عاصمة ومرحبا بك. العادة أختكم فطوم خبيرة أبراج وتروليوم باش نعملوا توقعات بقية شهر 10 لبرج القوس. أهم بالأحداث عند القوس عاطفيا مهنيا. شنو ينتظر القوس ليامات الجاية؟ يلا يا قوس القراءة عامة لثلاثة عشريات يا حلوين. ماشي مانيش باش نعمل هكا وهي بيدها رجعت هذو ما في أمن عند القوس. إيه هذه حب يا جماعة قوس هذا الحب تو الآن منشوفش عندي هذي بطاقة العشق والحب والصلح رغم الاختلاف الكبير بيني أنا والحبيب أو أنا والحبيبة. راو يا جماعة يقول اختلاف ينجم يكون اختلاف في الرأي، اختلاف في وجهة النظر، اختلاف ما نعرفش أنا في حاجات. فما جماعة تنقول أنا الحقيقة من الآخر بصراحة، فما جماعة فما اختلاف جوهري معناها في العلاقة، معناها أنا ما نعرفش أنا، ما نحبش ندخل في الحكاية. كل واحد ياخوها من طاقة. أنا هذه بطاقة حبينا وتحبينا وعشقنا ونحبوا نكونوا مع بعضنا، ولكن عندنا حاجه حاجز الحاج كل واحد يحب ياخذه، ولكن انا بالكل نجم نكونوا فما حاجه ايجابيه باش تخرج باش نلقاو حل يا جماعه. به فما جماعه اخرين هذه بواب الطلاق، انفصال، خيانه، بعد. تعرف كان انا نحطهم مع بعضهم ونقرا الاوراق الزوز مع بعضهم عندهم قراءه اخرى، معناها فما وجهه نظر اخرى في التارو هنا تقول من بعد حب وعشق وغرام وزواج و و و صار اختلاف باش يصير طلاق، صار الطلاق او باش يصير الانفصال. هكا واضحين به. فما حاجه اخرى باش نزيد انه احنا في صراع قانوني ماشيين جايين في اعطيني حقي نعطيك حقك والجو هذاك الكل باش يصير فما بعض منكم ركزوا معايا باش يصير هذا الزوج يتراجع في قراره، هذه الزوجه تتراجع في قرارها وينجم يصير صلح. البعض منكم بلاش بلاش البعض وليس الكل، معناها يا جماعه اللي ماشيين نحو الانفصال واحد فيكم ينجم يتراجع ويخمم مليح ويقول علاش لا ما نعطيش فرصه لهذه الزوجه او لهذا الزوج. لمولود القوس، القوس من ناحيته البعض منكم ما عينوش بهذه العلاقه، ما عينوش باش يرجع عليه، ما عينوش باش يعاود يفتح صفحه جديده ويسمح لنفسه انه يعاود يتكرر نفس الاخطاء معه. اما البعض الاخر قالت لي علاش لا، علاش ما نعطيهوش فرصه انا وعلاش ما نعطيهاش فرصه انا. ماشي دونك ما تاخذوش الناس الكل انه القوس الكل لا ما يحبش يرجع، ولا القوس الكل يحب ينفصل، ولا القوس الكل يحب يعمل قلقم هكا عمل. ماشي هكا هذوما برك شوفوا قداش حكيم. بعض من مواليد القوس قالوا هكا هكا نعمل هكا باش تفهمون، هذه بطاقه تراجع على اخطاء، انت اخطات، انت قاعد تخطئ، لازمك تتراجع في حق عائله يا قوس. هما ثلاثه افراد عندي، معناها نجم يكون رجل القوس عنده زوجه وطفل، رجل القوس عنده زوجه وزوج صغار، مراه القوس عندها زوج صغار، عند مش هكا معناها ديما فما رقم ثلاثه ورقم العائله. معناها اذا انت قاعد تعمل في غلطات في حق نفسك او في حق عائلتك هنا تقول لك تراجع قبل ما يفوت الفوت. نقول ماشي هكا باهي. البعض قال ماشي في ثنية صحيحة وباش يتخلص من علاقة مدمرة وباش يدخل في علاقة ترى النور الأيامات الجاي أو الأشهر الجاي. برسميمتكم أنا باش نفسر كلمتين خفيف نظام. فتياتي حبوباتي عزوزاتي، اللي فات مات، اللي قالك ما عينيش بيك ما تبكيش عليه، على خاطر عندي ثلاثة أوراق يحكيوا وضعية معينة عند مرأة وفتاة مهما كان سنها القوس. ما كمش الكل، انا نعرفكم الكل، اما انتم ما مانيش نحكي على نحكي هكا على تفتف صغير، حساسين طيبين حنونين، تعلقوا بشخص خاطئ، تعلقوا بشخص قلتم ما يزموش يكون في حياتك الان، عليك بترك هذه العلاقه في الحين
معناها لازم تتركي، لازم تنسي. هو سيبه معي، هو خرج من حي، هو خرجك من مخه. انت مازلتي قتلك تبحثين ومتمسكة بهذه العقل، وهذيك علاش قتلك تدمرين نفسك بنفسك يا حلو. والنصيحة بنسيانه وفتح طريق لشخص آخر مهتم بك. قلت يا ربي وصلت لكم، انتم أحرار، ما تقولي ليش ما نجمتش، ما نجمش خرجوا من مخ، مش خرجوا من قلب، ما نجمش نتجاوز. باش تنجمي يا حبوبتي، باش تنجمي الأيامات الجاية بدخولك في علاقة قالت ترى النور، علاقة جميلة جديدة، ماشي؟ نمشيو للجماعه بصفه عامه، هذه بطاقه الخطوبه والزواج والحب والاستقرار. لي في امانكم، لي في امانكم الاولاد والبنات، نساء رجال، هذه بطاقه خطوه جديده للبعض في فتح صفحه جديده في حياتك انت يا قوس. ونسيان الماضي والبدايات الجديد. ايوا فتوما قلتيها من الكل. تعرف على ساعات نحط الكلمه راح نعاود لكم فيها، على خاطر انا فما فئه منكم قاعدين تو قاعدين تفرجوا ما تفهمنيش. مثلا هو تبدو قاعدين معايا هكا قلتم يوشي لوش ما تفهمونيش، وليت علاش قاعده نحكي. يا بنتي انسي، يا بنتي انسى، يا ولدي انسى، يا ولدي افتح صفحه جديده، يا ولدي خلي حد اخر يدخل لحياتك، يا بنتي قلتم اللي باعك بيعه. ماشي هكا نسيت هذا كل ما عندي حد يفتم عليه هكا. اي بلا يا حلوه، هذه بطاقه العلاقات الجديده والمثمره في الحب والشفاء من اي داء. بركة انا فما جماعة هنا، انا ما قلتش انه اذا احنا دخلنا في طلاق وانفصال مع زوج او مع زوجة، قتلك المنافس يتسمى منافس، يتسمى منافس اقوى منك بخطوة، اقوى منك برشا، عنده برشا علاقات هكا هيك. ولازمك تكوني ذكية او تكون ذكي، على خاطر هنا هذه بطاقة باش يصير بعد، ولكن الطرف الاخر بعض منكم باش يكون فائز عليكم. فائز معناها انه هو يعرف يتكلم او عنده ناس تعرف تتكلم اكثر، ماشي؟ دونك هيا ردوا بالكم ما في قولي في الحب يا جماعة القوس. 10 ايام هذوما هاني قاعد نحكي برشا، وهاني وضحت لكم علاش، وهيا نمشوا للخدمة. هاي نحط لكم الورقة هذه وتشوفوا علاش. ثلاثة طيور عندها ثلاثة معارف، منافسة كبرى في الحب. ما جبتش الخدمة، مازلت ما رحتش على الخدمة، راجل قعدت نحكي على الأمور، مازلت نحكي على الحب معناها، أنا مازلت ما حطيتش أوراق العمل. منافسة كبرى عملية، عاطفية، عائلية، علاقات ثلاثية، اكتشاف أسرار، ومن بعدها تصير راحة نفسية كبيرة. ماشي هيا نمشي توا شوفوا امورنا العمليه للقوس. شوفوا فما زوز فئات، انا مش نقولهم بواضحه. هذه الفئه الاولى للقوس، دعم من رجل ذات سلطه في مكان عمل، في اوراق قانونيه، في اوراق سفر، مهما كان عمرك سنك، مهما كانت مراه رجل، هذا دعم من شخص قتلك يحبك ويحب لك الخير ويحبك ويحب لك الخير، وباش يدعمك كثيرا كثيرا كثيرا. فئة أخرى قالوا لهم يزيو يزيو يزيو، قالتهم من متاعب نفسكم يا قوس. هذه بطاقة أنت حاط يدك في يد شخص خائن غيور مدمر لك أو للعمل متاعك. الفئة الأولى هذه أعمال جديدة وخطوة جديدة في حياتك يا قوس، معناها عمل، سفر، مشروع، فلوس، ذكاء، دعم. الفئة الأخرى شوفوا ايش عندهم، قالوا لهم التسعة أيام الجايين إعادة نظر في حياتك العملية، تعاود من الأول وجديد، مش تخمم علاش صار معايا هكا، وما يلزموش يعاود يصير معايا هكا، لازم ناخذ موقف. الموقف ما نحبوش كيما هكا بالضبط، على خاطر هذه بطاقة اندلاع. اندلاع شنو؟ سوء تفاهم، ماشي نحب ناخذ حق، ما كانش هكا، لا لازمني نجيب حقي حتى لو كان بالقوة، لا يا قوس. في مكان العمل قدك لازمك تكون دبلوماسي كبير، واي حد يتعرض لك باش يقول لك كلمه توجعك تجرحك، قوس لازم قدك نضحك له نبسم له نقول له ميرسي يعطيك الصح يرحم والدي ونتعدى فتره ما، وربي سبحانه يجيب لك حق. مش معناها انت تغلبت وما عندك الشخصيه، بلاش تجاوب الان، بلاش تجاوب الان منافسي،
او غيري من القوس. ماشي يا قوس، باش نجبد بطاقتي، البطاقة هذه باش نعاود ناكد لكم انكم عندكم انتصارات قانونية اينما كانت يا قوس. وانتي راك مرسم ثنية بعيدة باش تمشي فيها. الثنية هذه فما شكون حاط حاجز باش انتي ما تتجاوزش وما تفوتش وما تمشيش. باش تنتصر لازمك تتعلم تحكي قالت مليح 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 وحقك باش تاخد. وباش يصير توازن تفاهم الحقيقة عندي 14 هو رقم الوقت ورقم ايامات ورقم طاقتي بالنسبة لنا احنا، انه هو يتحط انه باش يكون رقم باش نلقى فيه الحل مع هذا الرجل مع هذه المرأة مع هذا الشريك مع مشاكل قانونية. فما الحلول عند القوس والبدايات الجديدة. باش نعطيكم نصيحة للقوس في الحب، مش هذه بطاقة البعض بانو تاتي خطوبة زواج اعادة نظر في علاقة عاطفية. العمل رسائل جميلة من مكان عمل او انتظر رسالة اتية ليامات هذوما وبالقبول يا جماعة. هنا قلت الحايرين، الناس اللي حايرة في مكان العمل، هذه بطاقة تمر هذه المرحلة قتلك. على اذا انت مقصر شويه هما مقصرين معاك في مكان العمل يا قوس، لهنا تقول لك فتره فيها هدوء ولكن من بعد باش تتعدى العاصفه وانت باش تكون هادي وناجح في مكان عمل ما. هذه بطاقه انا معاكم في الحب، حياتكم فيها شويه صعوبات، البعض منكم قد تكونوا انتم صانعينه لنفسكم والبعض الاخر فما ناس توضع صعوبات أمامك يا قوس في الحياة العائلية والعاطفية وعلاقتك بالانتباه شوية. وين تحكي مع شكون تخرج مع شكون تدخل، شنو قاعد تحكي على أسرارك العائلية والعاطفية، على خاطر فما شكون يسترق السمع ويمشي يعاود الكلام ولا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ويسبب لك توتر في ظهرك في ظهرك ما تعرفوش ما في بالكش بيه. ماشي دونك لهنا الناس هذوما الكل باش نوصل أنكم باش تنجحوا أينما كنتم يا قوس، ولكن لازمكم تكونوا مركزين. باي باي.